النهارده المحافظات بتشهد انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل، وطبعا كل محافظه بتنفذ حزمه من التجهيزات والاستعدادات المتكامله للامتحانات دي. وبشكل خاص دلوقتي هنتكلم عن محافظه شمال سيناء اللي جهزت المدارس وخصصت اتوبيسات لنقل الطلبه خلال فتره الامتحانات قبل مواعيد الامتحانات علشان يعني ده يمنع حدوث اي معوقات للطلاب لحضور الامتحانات. معانا دلوقتي على التليفون العميد اسامه الغندور سكرتير عام محافظه شمال سيناء. صباح الخير عليك يا فندم، ويعني نعرف منك تفاصيل وسائل المواصلات اللي وفرتها المحافظه لنقل الطلاب، وايه هي المعوقات اللي رصدتوها قبل كده واشتغلتوا عليها السنه دي. صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين وعلى اهالينا في شمال سيناء، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك بخير يا فندم. احنا طبعا مع بدايه الامتحانات في كل سنه بتصدر تعليمات معالي الوزير المحافظ بفتح غرفه عمليات في مراكز المحافظة الستة، تتواصل مع غرفة عمليات المحافظة بالإضافة لغرفة عمليات في مديرية التربية والتعليم. محافظة شمال سيناء احنا عندنا مترامية الأطراف انها 6% من مساحة مصر. احنا عندنا المراكز متباعدة عن بعضها. الدولة دعمت محافظة شمال سيناء السنة دي ب 20 ميني باص مرسيدس. 33 مراكز. ال 20 ميني باص المصيد الساعة 33 راكب، معالي الوزير المحافظ ادى أولوية لوسط سينا. ليه؟ عشان المسافات بعيدة. السنة دي طبعا الأولوية لوسط سينا، وكل مركز ومدينة في وسط سينا دعمهم بالمنصات واداهم أولوية، بالإضافة كمان مواعيد الباصات دي ايه؟ وهل مراعيين مواعيد اللجان؟ التنسيق في الموضوع ده عامل ازاي؟ طبعا احنا الميني باصات دي عندنا ميني باصات بتتحرك من الحسنه للعريش، وعندنا ميني باص بيتحرك من نخل للعريش، ومن العريش للحسنه او من العريش لنخل، وكمان بالاضافه كمان لخدمه المواطنين من السائل لهم ميني باصات بتتحرك للاسماعيليه وللسويس. بالاضافه كمان ده انا بتكلم على الحسنه ونخل بس، ولكن الكلام ده نفس الكلام احنا عاملينه في الشيخ زويد، نفس الكلام عاملينه في بير العبد، وحركتها بتبقى الصبح الساعة 7 الصبح بتنقل المواطنين وبتنقل الطلبة للجان الامتحانات بتاعتهم. عظيم. السنة دي مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل الابتدائي والاعدادي والثانوي لغير المواد المضافة للمجموع اللي هتبدأ إن شاء الله من النهارده لغاية يوم الثلاث، احنا هتظهر المشكله دي معانا اكتر، وان شاء الله باذن الله دي احنا مجهزين لها الحل في امتحانات الثانويه العامه. امتحانات الثانويه العامه ليها استعدادات مختلفه. احنا عاملين حسابنا في امتحانات الثانويه العامه ان احنا عندنا ضمت لجنه الحسنه على لجنه نخل، فاحنا مدبرين لها الميني باص اللي هينقل الطلبه من مركز ومدينه الحسنه لمركز ومدينه نخل. طب في الايام اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، الايام العاديه اللي هي امتحانات النقل، هيبقى امتحانات الطلبه في اماكنهم. ما فيش لجان مجمعه يعني. اتفضل يا بيه. بقول لحضرتك ما فيش لجان مجمعه دلوقتي. اللجان المجمعه هتبقى فين؟ في الثانويه العامه. اللجان المجمعه في الثانويه العامه. ده عظيم. طيب بالنسبه للاتوبيسات، احنا الناس عارفه من قبلها مواعيد الاتوبيسات. بالنسبه للاتوبيسات احنا مثبتينها، لان الاتوبيسات تم تشغيلها في 25 ابريل اللي فات بمناسبه اعياد تحرير سيناء. فدي كانت إشارة البدء أطلقها سيادة المحافظ لتغذية الوسط ومراكز وباقي مراكز المحافظة بما فيهم الشيخ زويد وبير العبد بالميني باصات، وده كان بالظبط زي تشغيل تجريبي. إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية دي احنا دفعنا 10 أتوبيسات، وعندنا 10 تانيين هندفعهم في الأماكن اللي هي هتبقى محتاجة، وبخاصة إذا كانت مع تشغيل إن شاء الله رفح الجديدة، وإن شاء الله للأمطرة كمان عشان نخفف على اهالينا في شمال سيناء الانتقال بين المراكز السته او المراكز السته ومحافظه الاسماعيليه. طيب فيما يخص الامتحانات والتنقل، هل في يعني تنسيق مع وزاره التربيه والتعليم او مديريه التربيه والتعليم في المحافظه؟ احنا منسقين مع التربيه والتعليم، هيبقى ده في الثانويه العامه. بالاضافه في الايام العاديه احنا لينا من باصاتنا بتتحرك اعتبارا من النهارده، بتتحرك من الساعه 7 الصبح من والى وسط سيناء. يعني المدرس اللي مقيم في العريش وهيتحرك عشان يروح يحضر امتحاناته، او الطالب اللي مقيم في اللي قاعد في العريش. يعني المدرسين كمان بيستخدموا الميني باصات دي. بيستخدموا الميني باصات. طيب المدرسين والطلب. يعني نقدر نقول ان احنا خلصنا تجهيزاتنا واستعداداتنا وكله تمام على اكمل وجه وما عندناش اي معوقات.
لا انا هقول لحضرتك، احنا عشان نجهز الامتحانات احنا بنجهز قبلها لا يقل عن 20 يوم، علشان بنجهز الغرف الدراسيه، بنرفع كفاءه دورات الميه، بنرفع كفاءه الاناره المضافه حوالين المدرسه، كل الاستعدادات دي احنا بنعملها قبل الامتحانات مش اقل من 20 يوم كل سنه. ده عظيم جدا. هنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا سياده العميد اسامه الغندور سكرتير عام محافظه شمال سيناء، الف شكر لحضرتك.